مرحبا بكم إلى موجز الأحداث المسائية على قناة الحدث الإفريقي. شكل موضوع السياسات والقوانين من أجل النهوض بمقاربة النوع في وسائل الإعلام، أين نحن وأين يجب أن نكون، محور ورشة نظمت يوم الخميس في إطار المؤتمر الدولي السادس للنساء الإفريقيات في الإعلام المنظم يومي 8 و9 دجنبر. وتوقف المشاركون في هذه الورشة وضمنهم فاعلون جمعويون ومهنيون في صناعة الإعلام يمثلون عدة بلدان إفريقية من بينها كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا إضافة إلى المغرب، عند الإشكالات والعراقيل التي تواجهها النساء في المقاولات الإعلامية، وكذا الحضور الباهت للنساء اللواتي تم منحهن أدوار هامشية لا تعكس قدراتهن والخبرات التي راكمناها. ودعا المتدخلون في هذا السياق إلى تعزيز مشاركة وولوج النساء إلى مراكز القرار بوسائل الإعلام والنهوض بتمثيلية متوازنة وغير نمطية للنساء بوسائل الإعلام، وحث البلدان الإفريقية بالخصوص على العمل على تفعيل القوانين والنصوص المعتمدة في هذا المجال دون أن تجد طريقها للتطبيق، بتعزيز دور الهيئات المكلفة بتقنين القطع السمعي البصري. شكلت مخاطر العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء والفتيات موضوع ندوة نظمت يوم الخميس بقلميم بمبادرة من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بقلميم ودنون. ويندرج هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وشكلت هذه الندوة التي استهدفت عموم النساء والفتيات وكذا المستفيدين من مركز التربية والتكوين بقلميم ومركز المساعدة الاجتماعية والفضاء المتعدد الوظائف للنساء، مناسبة لتحسيس النساء والفتيات بالتهديدات التي يمثلها العنف الرقمي وتعريفهن بالترسانة والآلية القانونية التي تجرم هذا النوع من العنف، ومنها القانون رقم 113 الذي يحمي النساء ضحايا العنف. أكد منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج الذي اختتمت أشغاله أمس الخميس بالمدينة الحمراء دعمه لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. جاء ذلك في الخلاصات التي تمخضت عن أشغال جلسة نقاش نظمت في إطار المنتدى حول موضوع تهديدات الأمن الطاقي وتم تلاوتها خلال الجلسة الختامية. وأكد المشاركون في هذه الجلسة أنه من الأهم بمكان دعم مشاريع أنابيب بالغاز على غرار أنبوب الغاز نيجيريا المغرب من أجل تعزيز سلسلة إمدادات الطاقة على صعيد المنطقة الأورو إفريقية وإحداث منظومة مشتركة للغاز الطبيعي المسال، مبرزين الدور المحوري للتعاون شمال جنوب من أجل إزالة الكربون في أفق 2050. كما شددوا على أهمية الحوار السياسي والتعاون والتنسيق الإقليمي لمواجهة الأزمات الطاقية والمناخية الراهنة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والطاقية الجيوسياسية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. أكدت سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي نزهة علوي محمدي الخميس بأديس أبابا أن اللغة العربية ستبقى فاعلا مهما في الرقي بالحضارة الإنسانية ككل. وشددت علوي محمدي عميدة السفراء العرب المعتمدين بأديس أبابا في كلمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من دجنبر من كل عام، في حفل نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو، على ضرورة السهر على تكثيف تدريس اللغة العربية وتطوير مهاراتها وتنشيط حركة التعريب، وكذا تعزيز استخدام اللغة الفصحى في وسائل الإعلام بدلا من اللهجات المحلية، ودعم استخدامها لدى المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وأشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن اليوم العالمي للغة العربية يعد فرصة مواتية من أجل التنويه بالمساهمة العظيمة التي قدمتها هذه اللغة للحضارة البشرية، ولا سيما عبر فنونها الفريدة وهندستها المعمارية وأدبها وخطوطها وجميع إسهاماتها القيمة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية موعدنا الإخباري لهذا اليوم، شكرا على المتابعة.